منذر الدخلاوي منسق المشاريع على جهة تونس. باش نحكي على المشروع هكا أحلى اللي هو مشروع هذايا صار في وسط العاصمة. المشروع هذايا هو ماهوش كيما من كل المشاريع معناها، خاطر المشروع هذايا أو بدت فكرته معناها من خلال أنه كي يشوفوا شارع حي بورقيبة، أكثر شارع في تونس العاصمة معناتها مزين محليه لاهي بيه البلدية، كهو الشوارع البقية ماهمش لاهيين بيه البلدية كيما شارع كارتاج ولا غيرها من الشوارع. اهتموا في المشروع هذايا بنهج مارسيليا. المشكلة البيئية اللي كانت في نهج مارسيليا هي أنه نهج مارسيليا في الليل يولي خايب على الأخر، حتى في الصباح تلقاه مسخ معناها. حاولنا انه نعالجوا الحكايه هذه معناتها بموديل، اقتصينا موديل من البرازيل. الموديل هذا هو موديل نتاع السحايب. المشروع هذا مشروع هكا احلى تقسم لثلاث مراحل. اول مرحله عملناها هي مرحله الفوكس جروب. كيفاش حاولنا نعمل فوكس جروب؟ حبينا نلموا العباد اللي نحن نعرفوهم، حبينا نلموا كيف اللي كونتاكت ينجموا يعاونونا في الشيء هذايا، من انسان يعرف يعلق السحايب، من انسان ديزاينر، من انسان معناتها حبينا نلموا الماكسيموم من الناس في فوكس جروب هذا. تناقشنا مع الناس اللي حضرت، حاولنا نخرجوا باكثر ايدي. حتى نحن البيدي كانت الليدي جنرال من الأول تعليق الصحايب، لكن مازال لازم تتفكك الليدي هذه. المرحلة الثانية من المشروع هي مرحلة بوان دانفورماسيون، النقطة الإعلامية. النقطة الإعلامية هذه حابين نحن نعلموا بها المواطنين اللي يسكنوا في نهج مارسيليا. حابين نعلموا الناس شنو ينجموا معناتها يقدموا لنا، يعني متعاونين مع الفكرة هذه، ينجموا يضيفوا على الفكرة هذه. معناتها بصراحة العباد تقبلت الفكرة هذه معناتها بحماس كبير معناها. بالنسبة للمرحلة الثالثة هي مرحلة تعليق الصحايب، هي لامبلومونتاسيون معناها. المرحلة هذه ماهيش كانت مرحلة صعبة، هي أصعب مرحلة في وسط المراحل الكل، على خاطر وقتها باش تضاف جهود الكل وباش تبان معناتها خدمتنا معناتها. الهدف من المشروع هذايا أنه نبينوا للناس الكل أنه نها شارع كلها لازمها في العاصمة، خاطرها وجهة البلاد لازمها تكون كلها مزيانة، مش شارع حي بورقيبة كهو.